وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وحلقة خاصة من برنامجنا الوطني نبض الاتحاد. كما عودناكم نستضيف نخبة النخبة من أبناء هذا البلد العزيز على قلوبنا. رحبوا معي الآن بزاوية السيدات الأعمال بالسيدة عائشة أحمد المسن من مطعم مغطى وسرود، وهي سيدة أثبتت همتها وبراعتها، وهي من سيدات مكافحات في الإمارات العربية المتحدة، من سيدات الأعمال التي أثبتت همتها دائما وأبدا. رحبوا معي الآن بالسيدة عائشة أحمد المسن. بداية مساء الخير. مساء النور. هلا مرحب، هلا شرفتوني في مطعم المتواضع وعلى عيني وراسي. الله يحييك يا رب. سيدة عائشة، نتعرف أكثر من هي سيدة الأعمال عائشة أحمد المسن عن بداية حياتك المهنية والعملية. أولاً أنا ربة بيت، صاحبة 6 عيال. أول بدايتي كنت تطوع في مجلس أمهات المنطقة 14 سنة تطوع. من بعدها بديت مشروع صغيرون في بيتي، أكلات، بعدين شوي شوي كبر لين ما صار حلم. حلم أول شيء اللي هو حطاه في راسي زوجي الله يحفظه، بدأ شوي شوي حط، قال لي يلا نبدي شوي نسوي دراسة على المشروع. قلت له خلاص انت ابدي وان شاء الله يكون خير. طبعا هذا نتحدث اكثر عن هذا المطعم، متى تم انشاؤه؟ مهما اعداد الموظفين لديكم، كيف كانت بدايات الموظفين لديكم؟ المطعم بدايته كانت 16/6/2016. جميل. كان في نصف رمضان، نصف رمضان كان أول بداية افتتاحه. أول كان عندي يعني موظفين، كان 3 بس في المطبخ بدايته وأنا معهم. جميل. والكاشير كان زوجي وعيالي، واللي كانوا يقدمون الويترز كانوا عندي 3 بعد بس كانوا من الجنسية الفلبينية. بعدين طبعا احنا نتكلم عن بزنس فاميلي، كانت بداية العائلة كاملة في هذا المطعم. كاملة. جميل. نتحدث اكثر عن هذا المطعم، ما الذي يميزه ومن اين اتت الشعبية العائلة لهذا المطعم بهذه الفترة؟ تميز لانه في روح الاسرة، كان اللي يدخله كان ما يحسه مطعم، يحسه اولا انه كنا داخل بيت ضيافة ناس جايين يضيفونه، بس هذا الإحساس اللي أول ما تدخله في هالمطعم. ونكهة الإماراتية في الطعم، في المذاق نفسه، كنا نقدم أطباق إماراتية أصيلة بمعنى الكلمة. سيدة عائشة أحمد المسنة، تحدث أكثر عن سبب تسمية هذا المطعم. الاسم مأخوذ بنكهة إماراتية، مسمى إماراتي. السرود هو يعني شيء دائري نحط عليه الأكل من السعف النخل، يصنعونه من سعف النخل. والمغطى بعد نفس الشيء من سعف النخل، بس تكون على شكل ثلاثي مثلث. جميل. نحط عليه. سيدة عائشة، إن هذا مطعم اشتهر إنه في الوجبات الإماراتية الأصيلة. نتحدث عن أبرز الوجبات التي تقدم في هذا المطعم، وكيف ترى إقبال الناس بالفترة هذه عليها؟ أول طبق طبعا عندنا الجشيد. الجشيد معروف هو ولد الولد، سمك القرش، يعني هو معروف دولة الإمارات، بس كيف طبخه هاي هي حسب الذوق كيف الإنسان يحبه.
بس الحمد لله احنا يعني تميزنا في هالطبق. كان يعني الطبق المميز في مطعمنا غير المالح والمشابيس والبرياني والهريس والعصيد والخبيص والهرسية والمضروبة، كل هذا تميزنا فيه والحمد لله. جميل، كيف ترى إقبال الناس لهذا المطعم كان؟ الحمد لله جدا جميل جدا رائع، يعني الناس تدخل أول مرة يعني بعدين مرة ثانية أشوفهم مرة ثانية وثالثة ورابعة. السبب أولا عشان النكهة والمكان الراحة، لما تدخل تحس في الراحة هاي الحمد صحيح. سيدة عائشة، أنت من سيدات الأعمال خاصة الآن في الإمارات العربية المتحدة، من سيدات الأعمال أثبتت همتها وبراعتها، ما هي طموحات السيدة عائشة لهذا المطعم الجميل؟ هالمطعم أتمنى يكون مطعم بارز في دولة الإمارات، إن الإنسان يتعنى له ويجيله باسمه، مو شرط ان يكون عندي فرع ثاني ولا ثالث، انا ابي اتميز في مكاني ان يكون في راس الخيمه، كل من يكون في دوله الامارات هي على شان هذا المطعم. وان شاء الله اتمنى هالشيء ان شاء الله يا رب. طبعا يوصل صوتك يوصل لجميع الامارات العربيه المتحده لهذا المطعم الجميل. سيدة عائشة، انت من سيدات الاعمال التي اثبتت همتها وبراعتها بداية في المشروع الصغير من بيتك، حتى توسعت فيه وخليت طموحاتك فتحت المطعم الخاص. شو بتوجهي رسالة إلى سيدات الأعمال الموجودات في بيوتهم في الإمارات العربية المتحدة أنه يمشوا على خطاك؟ طبعا أول شيء أقول كل وحدة عندها موهبة أو قدرة إنها تنمي، لا تم راكدة على مكانها وتقول ان باكر باكر باكر، لا ترى باكر ما بيصير الا منك انتي، اذا صحيح. بديتي ان شاء الله توصلين وتنجحين ان شاء الله تعالى. طبعا سيدة عائشة يكون انسان ناجح، كان هناك من يقوم بدعمه والوقوف بجانبه دائما وابدا منذ افتتاحات المشروع حتى بعد التوسعات الكبيرة. سيدة عائشة احمد المسن، من كان واقفا دائما وابدا بجانبك في هذا المطعم؟ اكيد ما في غيره، وزوجي الحبيب راشد سالم اللي دائما كان وابدا من بدايه اول خطوه لي لاخرها دائما هو موجود، كان في كل النواحي. جميل طبعا احنا بنوجه له ايضا رساله شكر بغيابه من هذا المطعم الجميل. سيدة عائشة، قبل أن نداهمنا الوقت في هذا البرنامج، نحن نعلم الإمارات العربية المتحدة تنعم بنعمة الأمن والأمان تحت هذه القيادات الحكيمة والرشيدة، ما هي رسالة شكر من سيدة عائشة سيدة الأعمال الناجحة في الإمارات إلى شيوخ وحكام الإمارات العربية المتحدة؟ أشكر طبعا سيدي الشيخ خليفة حفظه الرحمن يا رب العالمين، كل شيوخنا طبعا اجمعين، وشكر خاص لانه هو اللي حطنا هالمشروع، مشروع دعم الشباب، لانه صدق فاد وايد فئه من الفئات اللي خاطرها كانت تسوي مشروع ما كانت تقدر ماديا، وهذه كان اساس من الاسس اللي بديت فيها مشروع خليفه. يعني طبعا ما بيكون الا اول شيء هذا من سيدي خليفه شيخنا، إن شاء الله. إن شاء الله طبعاً. سيد عائشة أحمد سن، في النهاية أنا بتشكرك لاستقبالك رائع لأن في هذا المطعم الجميل، وإحنا أيضاً بتشكرك لاهتمامك في هذا المطعم لبناء هذا المطعم الجميل ليستوعب جميع من كان في الإمارات العربية المتحدة يستفقد طعم الأكلات الإماراتية الأصيلة. في النهاية بتشكرك أيضاً لدعمك برنامج نبض الاتحاد، وشكرا جزيلا لك. شكرا على الزيارة، شكرا على انكم تبون تبرزون بعض الشخصيات الموجودة في الامارات، هذا شيء جميل جدا جدا جميل. شكرا لك. وفي النهاية اعزائي المشاهدين، كان معنا سيدة الاعمال السيدة عائشة احمد المسن من مطعم مغطى والسرود، وفي النهاية انتظرونا بكفاءة جديدة كما عودناكم، ودمتم
في أمان الله. دارنا في عقدها سبعة قلوب بالغلا كل قلب الثاني يذوب. دارنا في عقدها سبعة قلوب بالغلا كل قلب الثاني يذوب. ملتقى كل الأحبة والشعوب ملتقى كل الأحبة والشعوب. كم قلب ذاب في حبها وهام كم قلب ذاب في حبها وهام. دارنا دار الأحبة والسلام والقمر يخفى على خدها ويدام. الإمارات أحلى غنوة بها الزمان يا سلام الله عليها يا سلام يا سلام. مجد الإمارات الأبي وعاصمتها بي.